مرحبا أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نراويكم كيف نصبغ العود بمادة السلر. هذه هي مادة السلر، زين. هذه طبعا هي لحماية الخشب وتملى الفراغات بين الخشب. فهذه هي مادة السلر، شوف يعني احنا مزجناها، راح نحطها بالطاسة هاي، وعندنا فرشاة، هذه فرشاة، فرشاة بحيث انها يعني ما شعر هذا ما يطيح حتى لا يلزق، تكون الغرفة نظيفة ما فيها غبار حتى لا يلزق بال، لان هو مادة هاي لاصقة شوية. هذه وظيفته انه يملأ الفراغات البسيطة جدا بالعود. فالطريقة هي انك انت يعني تنقع الريشة وتمسح العود، تمسح العود كله. طبعا الوجه ممنوع ينمسح بهذه المادة، الوجه بس مادة الشلق، هذه بس للصبغ الخارجي. فأنت تمسح العود كامل بهذه المادة كله، يعني هذه الأشياء والزند وكذا، تحطها على طاولة وهذه أو فوطة أو خرقة أو بلاستيك مثل هذا، وتكون كل شيء نظيف، ما في تراب وما في أي شيء، ما يدخل تراب. أنا ما سويته بالستور، سويته الآن في المطبخ حتى يعني ما يكون غبار وكذا. فنبدأ بعدين من تمسح العود كامل، تخليه يجف لمدة نص ساعة ربع ساعة، يعني هما مكتوب هنا هو يجف خلال 7 دقائق، فأنت تخليه يعني كل ما خليته، ودائما تنتبه إنه ما في أوساخ تجي على العود. فالدهنة تخليه يجف، بعدين تجيب الورق البيبر، ساندينج بيبر، ورق الصنفرة الناعم، وتسوي على مهلك تنعمه من جديد مرة ثانية بعد ما ينشف، وتعيد عليه مرة ثانية نفس الطريقة، الدهنة كل العود، وتخليه هم بعد ينشف، وتسويه بالساندينج بيبر تنعمه بحيث يعني يكون العود ناعم جدا، حتى بعدين من يجي الشلق الصبغ الثاني، صبغ العود اللي هو الكملكة، تصبغ العود، فمن تصبغ يكون العود متساوي ويكون الصبغ جيد. صبغ الشلق راح نسوي لكم اياه بعدين فيديو اخر، الان بس راح نصبغ بالسلر، هاي مادة السلر، ادرجها جيد. طبعا هذا السلر هذا مصنوع من الشلق، يعني من مادة الشلق والسلر. في ناس يسووا سلر وثنر، سلر وثنر يخلطوه ويسووا فيه. هذه المادة موجودة عندنا اوريدي، هي يعني حافظة للخشب ومصنوعة اوريدي. فاحنا الآن راح نسوي طريقة ان شاء الله تشوفون، حط شوية هني وشوف حتى ريحته هو مثل البترول، وبعدين تبدأ نقع هذه الريشة زين وتمسح. قرب شوية، تعال قرب الكاميرا، قرب الكاميرا على هم، شوف نمسحها بهذه الطريقة. دائما نمسحها بهذه الطريقة، تسوي كل العود، يعني بس الظهر الخارجي تسوي. وهكذا فبعدين انت تخليه من يجف، يعني يجف يعني تسوي العود كامل ما عدا الوجه بس هذا. شوف الان في تحاول دائما تطلع الشعر، شوف هذا في شعرة من الفرشة طاحت، فلازم دير بالك دائما تنتبه انه ما في شيء يعلق فيه. وبس تخلص تخليه ينشف، بعدين تسوي بالساندينج بيبر وترجع مرة ثانية تسوي نفس العملية، وتخليه ينشف وتسوي بس. المهم لغاية ما انت تشوف العود تمام ومبلية الفراغات وشكله يعني حلو، تحس ان الشغلة نظيفة،
بعدين نبدأ. شوف الآن قرب شوي الكاميرا، قرب قرب. شوف بدأ هو لزج، وشوف لزج يعني، شوف مادة لاصقة زي الصبر. فبعدين إن شاء الله مرحلة ثانية نراويكم كيف بعدين ندهنه، دهنا مادة الشلق اللي هي الصبغ النهائي. فنسوي لكم حلقة ثانية. فهي هذه مادة السلر اللي ينصبغ فيها ظهر العود، هذه هي تصبغ فيها وتخليه ينشف، وبعدين تسوي بالساندينج بيبر الناعم وتعيد عليه مرة ثانية وتخليه ينشف وتسوي ساندينج لغاية ما أنت متأكد. يعني ممكن من أول مرة أنت عاجبك أوكي، ممكن من ثاني مرة يعجبك، من ثالث مرة، رابع مرة، يعني كيفك أنت حر. أهم شيء يطلع الصبغ نظيف وحلو. وشكرا لكم أعزائي، وإن شاء الله في فيديو آخر. إلى اللقاء، مع السلامة.